السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالبلاك بورد، وما زلنا بنتكلم في الجريدنج سنتر. والمحاضرة السابقة اتكلمت على فكرة الكاتيجوري، والمحاضرة اللي قبلها كنا بنتكلم على الجريدنج بيريود كمحاولتين ان انا احاول ان انا اخلي شكل الفيو بتاع الجريدنج سنتر مش مفيش فيه فوضى كتير ومفيش فيه كولومز كتير ظاهرة. واستعملت كمان فكرة الكاتيجوري ان انا احاول اشوف فكرة ان انا لو عندي مثلا الطلبة اجريت ليهم مجموعة من الاختبارات وعاوز اعمل دروب للاختبار الاقل وعاوز اخد الاختبار الاعلى. شفنا الكلام ده المحاضرة السابقة. النهاردة ان شاء الله هنعمل نفس الموضوع بس عن طريق حاجة اسمها الويتد كولوم. الويتد كولوم هروح بسرعة على المقرر بتاعي. بعد ما رحت على المقرر هروح على الجريدنج سنتر و هشوف حاجة اسمها الويتد كولوم. هنشئ ويتد كولوم، كرييت ويتد كولوم. يبقى زي ما رحت لي كرييت كالكوليتد كولوم هروح على الويتد كولوم. بعد ما رحت على الويتد كولوم هسميه اي حاجة، هقول له ماي كول مثلا، اوكي ماي كول 1، اوكي او توتال، ماي كول توتال، ماي كولوم توتال. وده الديسكريبشن. البرايمري ديسبلاي هخليه سكور، اوكي. ودي الديتس، وده سيلكتد كولوم. هنا ده ويتد. ويتد كولوم يعني ايه؟ يعني لو انت اجريت 3 اختبارات هتاخد من الاولاني كام، هتاخد من التاني كام، تاخد من التالت كام كريشو. يعني مثلا بنبص لها على انها W1X1 زائد W2X2 زائد W3X3، هتاخد بيرسنت كام من الكولوم ده، وتاخد بيرسنت كام من الكولوم ده، وتاخد بيرسنت كام من الكولوم ده، بحيث التلاتة بيرسنت يبقوا 100%. تقدر تعمل الكلام ده على الكولوم، واقدر اعمله على مين؟ على الكاتيجوري. اوكي يعني لو انت حابب ممكن اقول له مثلا كويز 1، اوكي، وممكن اعلم على التلاتة مع بعض، اعتقد شيفت، اضغط على شيفت واضغط واقول له اوكي. هنا لاحظ دلوقتي ان انت بتقول له هات لي بقى كولوم واحد خد منه نسبة كام، كولوم اتنين خد نسبة كام، كولوم تلاتة، بنفس الترتيب. تمام كده؟ لو افترضنا ان الدرجات كلها اللي معايا ممكن اخد كمان كويز اتنين عشان يبقى الموضوع مظبوط. اوكي ادي كويز اتنين، واعتقد كان في ويتد كمان، كان في الميد ترم. اوكي خلاص. وهاجي دلوقتي هنا هقول له والله خد من التلات اختبارات دول، خد من الاولاني وليكن 10%، اوكي، وخد من التاني مثلا 20%. طبعا لو انت كنت يهمك تاخد من التلاته كولوم اللي هو ماي كويز 1 وماي كويز 2 وماي كويز 3، عاوز تاخد منهم 50%، انت كنت حاططهم قبل كده في كاتيجوري كنت مسميها، اعتقد كنت مسميها ايه؟ كنت مسميها ماي جريد. فممكن تشيل دول، يعني ممكن نشيل ده بدل ما اقعد اقول خد من الاختبار الاولاني كام والتاني كام والتالت كام وكويز 2 خد كام والميد ترم خد كام، انا ممكن اشيل دول من هنا. اوكي اشيل كويز 3 وكويز 1 وكويز 2 ماي كويز 2، وهسيب كويز 2 والميد ترم واقول له خد ماي جريد. اوكي احنا عارفين ماي جريد ده، وممكن كمان اعمل دروب كمان في ماي جريد وانا باخد منه النسبه. انا هقول له دلوقتي خد من الماي جريد هاخد منه 50%، اوكي، وخد من الميد ترم خد 30%، وخد من كويز 2 20%. كده دلوقتي لما تلاحظ ان انت خدت 20% من كويز 2، اوكي، خدت 30% اخدت 20% من كويز 2 انا بكتب اهو، واخدت 30% من الميد ترم، اوكي، واخدت 50% من ماي جريد. اوكي طيب بعد ما خلصت الكلام ده، اوكي، ممكن كمان تعمل دروب في ماي جريد للدرجه الاقل، وممكن تاخد الدرجه الاعلى براحتك. هقول له لوست جريد شيله، اوكي، واقول له بعد كده كالكوليت از رانينج توتال نو، وانكلود ده في الجريد سنتر كالكوليشن، اوكي، وشو ذيس كولوم تو ستودنت، هقول له اوكي، وشو ستاتستكس، هقول له مين، هقول له نو. بعد كده بقى اقدر اقول له ايه؟ اقدر اقول له سبمت، وتيجي تبص دلوقتي بقى في عندك كولوم المفروض انشئ. الكولوم ده اسمه ماي كولوم توتال، اوكي، والدرجات بتاعته بالشكل اللي باين قدام حضرتك ده. تقدر بقى حضرتك تغير في الريشو او البرسنتج اللي انت بتاخدها من كل كويز، عاوز تضيف مين اي كولوم، عاوز تجمع ايه بالظبط.
اوكي، عاوز تاخد من كاتيجوري كامله، تاخد نسبه من كاتيجوري، تاخد نسبه من كولوم، براحتك. يعني زي ما انت شايف هنا لما تروح تبص على الماي كول توتال اللي هو الكولوم اللي احنا عملناه، اوكي، هتلاقيه ب 53. 53 لما تروح تبص انا تقريبا واخد 50% من كويز 1 وكويز 2 على ما اعتقد. يعني ده 23، 50% عن النص يبقى ده 33، وده 20، 33 و20 53، فهتلاقي ده 53. طبعا جت منين؟ لو انت خدت من هنا الكولوم ده حبيت تغير او تشوف ايه اللي انت واخده، ايديت كولوم انفورميشن وتروح تبص على الريشيو اللي انت واخدها. دي الكولوم اللي انا واخدها، واخد 50% من كولوم 1 و50% من كولوم 2. تقدر حضرتك برضو تغير لو انت حبيت تجيب مايك ويز 3 وتخلي ده مثلا وليكن 30% وتخلي ده 20%، اوكي، وتقدر تشوف ده النسبة كلها 100% زي ما انت شايف. يبقى انا خدت 50% من الاولاني وخدت 30% من التاني و20% من التالت. تروح سبمت وتروح تبص على الدرجة بتاعت حضرتك، هتلاقيها 173 وشوية بناء على 50% والتلاتين والعشرين. تمام، ده الجزء اللي بعد كده ان شاء الله هنتكلم ازاي تداونلود الجريد وازاي تتعامل مع الاكسل فايل، ازاي تداونلود الجريد الجريدنج سيستم او الجريدنج سنتر وتحاول تتعامل مع الاكسل شيت. اتمنى في ختام المحاضره دي قصيره خالص، اتمنى ان تحوز على اعجاب حضراتكم، وانا التقي بكم في المحاضره القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.